باش ما تقوليش راك تكذب وباش ما تقوليش راك تخلط علينا برك. اول حاجه اقسم بالله العلي العظيم انه هذه الحكايه حكتها لي عمت امي، يعني انا كتبت لكم في العنوان عمتي ولكن هي عمت امي، وقالت لها هذه القصه وعمت امي ما زالت عايشه الى يومنا هذا، وقسما بالله العظيم هي اللي حكت لي هذه الحكايه، وراح نحاول نعاود لكم المضمون تاعها كما حكتها لي من دون اضافه اي. في واحد المنطقه الجبليه في ولايه شلف بالجزائر، ولايه اللي ساكن فيها انا، كانوا ينظموا واحد الوعدات، يعني وعدات اللي فيها الاكل وفيها الشراب وفيها يعني حفله اسريه، يعني يعرضوا عائلات من هنا وهناك يروحوا كاملين يحتفلوا مع بعضهم بعض. كانت عمتي هذه عمت امي كانت صغيره في السن، كانت صغيره في السن حوالي 16 17 سنه، يعني كانت معروضه مع الامراه التي ربتها. راحوا الى هذه الحفله واللي نسموها احنايا الوعده ولا نسموها احنايا الجفنه، المهم يعني يديروا طعام ويبقوا سهرانين حتى الليل في مكان فيه القبور، يعني في مكان امام الوالي. المهم طبيعه الحال تقولوا لي انتم بداع الى اخره، عارفين بلي هناك الكثير من البداع اللي مازال عايشين بهم الناس الكبار الى اخره، ولكن ربي سبحانه ان شاء الله يبين الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويولينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يعني الناس هذو الكبار في بعض الاحيان واحد البدع ما تقدرش تقنعهم بهم، يعني ما تقدرش تقول لهم هذه بدعه يا جدي، هذه بدعه يا عمتي، هذه بدعه يا جدتي، ولكن يعني هم مقتنعين بهذاك الامر، وحنا نحاولوا معاهم وما نملوش وما نكلوش يعني حتى يعني يفيقوا بلي هذاك الامر صح ما كاينش منه، وكاين سنه الله وقران الله عز وجل. خوتي خواتاتي كانت في هذا الوعده في هذه الحفلة وفي هذا نقولها يعني مأدبة أكل ولا من مأدبة أكل طبيعة الحال، يعني كانت حاضرة هي والمرأة اللي رباتها لأنها كانت يتيمة هذه عمتي، وحاضرين يعني عائلات كبار وناس كبار وناس صغار، ويعني كانوا عرس وكانك راك تشوف في عرس، يعني جلسوا داروا وما يجب القيام به، وداروا يعني عاداتهم وتقاليدهم وكلوا وشربوا وبقوا يعني يغنوا إلى آخره ويهللوا إلى آخره حتى وصل الليل، يعني الليل الحالك. كي وصل الليل الحالك يعني يعني العائلات بدأوا يتفرقوا، يعني العائلات بدأوا يروحوا لديارهم، اللي يروح لداره، اللي يروح البيت، واللي يروح يعني لعند فاميلته، اللي يروحوا مع بعض يعني إلى مكان ما باش يباتوا كيف كيف إلى آخره. هذه عمتي هذه كانت آخر وحدة تغادر هذا المكان. تقولوا لي علاش راحت مع أمها ولا راحت مع الإمرأة اللي رباتها؟ يعني أنا أقول لكم أنه هذه الإمرأة اللي ربات عمتي عمت أمي يعني ما راحتش وحدها، راح معها يعني مجموعة من الأشخاص، وفاش كانوا راجعين نسات يعني نساتها نهائيا. وهذا الأمر يوقع لما يكون عدد كبير من الناس تنسى الأشخاص اللي جيت معهم ولا اللي كانوا معك، حتى يعني كيفوت الحال تتفكر وتقول يا فلان راه ناقص فلان ما راهش هنا. يعني هذه القصة خوتي خواتاتي أؤكد مرة أخرى أنها هي حكتها لي بفمها، يعني لو ما حكتها ليش ولو حكاها لي شخص آخر يعني ممكن ما نصدقش، ولكن هذه هي حكتها لي بفمها. فقط عمت أمي هذه في وسط الليل في الهدوء الحالك، يعني في وسط الليل حكمها البرد على ذلك اللي فقط يعني وجدت أنها راي وحدها في هذا المكان المظلم واللي ما فيه ولا شيء إلا القبر ومجموعة من المقابر أمام ذاك القبر. يعني تخيلوا معايا صعوبة الموقف، وتكون صغير في السن، تكون 17 سنة، وتكون تسمع حكايات كثيرة على الجنون وعلى المقابر، حرس المقابر يعني إلى آخره. المهم فقط كما يجب، وجات رجعة يعني، وفي مرورها يعني ما تعرفش الطريق يعني اكزاكتلي يعني فمرت في وسط القبور، وبمرورها في وسط القبور قالت لي وليت نسمع الحجر يلقى علي. يعني قالت لي بلي كنت حاسبه بلي كاش واحد راه يلعب معايا كاش طفل والاطفال اللي كانوا حاضرين في تلك المأدبة، ولكن قالت لي كي نخزر ما نلقى حتى واحد ورايا، يعني ولا مكان يعني بامكان الناس يختبئوا فيه، يعني والحجر هذا بغى بدا يزيد يعني يرمى عليه هذا الحجر، بدا يزيد يرمى عليه هذا الحجر، بدا يزيد يعني حتى ولا ذاك الحجر يتها طلع عليها من وراء ويعني قيسها ويحكمها، وكأنها كانت غير مرغوب فيها في ذلك المكان. بدأت تجري عمت أمي هذه، بدأت تجري يعني بسرعة كبيرة، بدأت تجري وما زال كان مستمر ذلك الحجر يعني يتيرى عليها، يعني حجر كبير صغير المهم يعني كل أنواع الحجر كان يلقى عليها يعني بطريقة غير مفهومة بطريقة غير إنسانية. يعني قلت لي لحد الآن ما زال فيها الشوك، وهي في عمرها الآن تقريبا 80 سنة ما زالت متذكر هذه الحادثة، ولو تتاح لي الفرصة بسبب هذا المرض يعني ما راناش نروح ندير سيرة الحمى إلى آخره بسبب هذا المرض كورونا، يعني لو تتاح لي الفرصة راح نصور معها وراح هي تحكي لكم هذه الحكاية يعني بطريقتها الخاصة ولغتها، وراح تكون عندها مصداقية أكثر لأنكم تصدقوا يعني صاحب الحكاية. وهذا الفكرة جاتني ذوكا يعني فاش كنت نفكر في فكرة يعني ونشوف رسائلكم لكي أسجل فيديو، جات هذه الفكرة وقلت هذه الفكرة راح نديرها لهم وراح نقول لهم هذه القصة. ممكن الناس يكون عندهم قصص مشابهة، ممكن الناس تكون عند أمهاتهم وجداتهم قصص مشابهة. المهم ما خلصتش الحكاية هنايا،
راح تجري عمتي، وفاش عمتي يعني كانت هاربة من المقبرة، خرجت من المقبرة وبقى ذاك الحجر يتهاطل عليها، يعني كانت قريبة من المقبرة. وبوصولها لواحد المكان كان هناك شونتي، يعني كان هناك بناء غير كامل، كان هناك يعني كلب في هذا الشونتي. عمتي يعني راحت وما كانش خايفة الكلب هذاك النهار، يعني هذاك الوقت ممكن الكلب كان تعرفه في تلك المنطقة. دخلت إلى ذلك الشونتي، يعني هي ما عرفتش، يعني تلفت لها من الخوف، يعني قادر تدير أمور ما تقدرش تتصورها. دخلت لهذاك المكان وتخبات، وفاش دخلت لهذاك المكان خبات الكلب ولا ينبح يعني بطريقة هستيرية. قلت لي يعني الكلب ولا ينبح بطريقة يعني غير معقولة، ولا ينبح 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 في اتجاه الحجارة ذيك اللي كانت تجي. وفاش بدأ ينبح الكلب هذاك الحجارة توقفت، وعمتي يعني قالت من الخوف يعني خلاص أغمى علي، وبقيت ناسة. وفاش نعست يعني فقت مع الصباح، ولما فقت مع الصباح كان هناك ناس يعرفوها ويعرفوا العائلة تاعها، هما اللي فيقوها وهما اللي داو حتى الباب دارها وداوها الباب الامرأة اللي رباتها. ويعني اليوم عمتي راي كبيرة وراي في عمرها 80 سنة، وراي عندها أبناء وعندها يعني إخوة وعندها العديد من، الحمد لله يعني عاشت حياتها وما زال لحد الآن عايشة حياتها، وإن شاء الله ربي سبحانه يرزقها الصحة. خواتي إخوتي القصة حكتها لي يعني لغرابتها ولاستغرابي. أنا صراحة في البداية ما صدقش هذا الأمر، ولكن لما تشوفها امرأة كبيرة في السن وتحكي لك هذه الحكاية وبطريقة يعني متأثرة، لما تشوفها في وجهها ديجا تحس بالتأثر هذاك تاعها، يعني بطبيعة الحال تصدق هذه الأمور. وأنا يعني إن كانت لديكم أي قصة مشابهة، هذا هو السبب اللي خلاني يعني فضولي، عارف بلي الكثير من الناس ممكن يكون عندهم مثل هذا القصص يعني واقعية. من فضلكم يعني إن كانت لديك أي قصة من قصص اكتبوا لي في التعليقات خوتي خوتاتي، راح نشوفهم وراح نستمتعوا بقراءة هذه الكومنتات، باسكو فريمو هذه الحكايات عندهم يعني صدى كبير، والناس بزاف يحبوهم، في نفس الوقت الناس بزاف خافوا منهم. لذلك خوتي خواتاتي مرحبا بكم في التعليقات، وفي نفس الوقت تقولوا لي ممكن يعني زدت امور، ممكن انا راني متاكد انه راهي حكت لي امور وديتايلز يعني، وحكت لي يعني العديد من التفاصيل الاخرى، ولكن انا لانني مانيش متذكر تلك التفاصيل ما بغيتش ندخل فيها لكي لا أخلط الأمور عليكم، في نفس الوقت لكي لا أقول كلام ما نكونش متأكد منه. ولكن هذه الأمور اللي حكيتها لكم يعني هو أنها نسوها في المقبرة، ولما مرت في وسط المقبرة يعني كانت الحجارة تتهاطل عليها من طرف جهات مجهولة، ولما وصلت إلى ذلك المكان واختبأت والكلب هذاك بدأ ينبح يعني ماشي في اتجاهها، ممكن تقولوا لي الكلب ينبح في اتجاه، نو كان ينبح في اتجاه تلك الحجارة، والحجارة توقفت لما بدأ الكلب ينبح. ولما نضت الصبح يعني ادوها ذلك الناس إلى أسرتها، ولما حكات بطبيعة الحال هذا الأمر ما صدقوهاش حتى كبرت يعني، وبدأت تحكي لحفدانها وحفاظها إلى آخره، وباش يعني ولت هذه القصة عندها صدى. وفي نفس الوقت خوتي خوتاتي راح نبريسيزي لكم واحد الأمر، هناك واحد البيت اللي أنا بلوزيوغ فوا رحت له مع العائلة تاعي، هذاك البيت الأم تاعي تحكي لي وتقسم بالله، الأم الوالدة تاعي تحكي لي وتقسم بالله أنها في ليلة من الليالي كانت ناسة في البهو تاع ذلك البيت، يعني برا في الحوش كانت ناسة هي ومجموعة من خالاتي، يعني حتى شاهدت شخص يمر بمحاذاتهم، يعني يمر بمحاذاتهم في اتجاه المرحاض، حاشاكم وعزكم الله. خوتي في هذا البيت بالتحديد تم حكاية هذه الحكاية لي، دونك تخيلوا معايا خوتي خوتاتي قيمة الرعب وكمية يعني الخوف اللي كانت فينا ذاك النهار. وانا لما حكيت لي الحكاية عندها سنوات، كنت قبل ما نجيب البكالوريا تاعي، ومازلت عاقل على الحكاية دلالة على انه هذه الحكاية اثرت فيها بشكل كبير. خوتي خوتاتي اعطوني رايكم في التعليقات، وانا الحاجة اللي متأكد منها وانا هناك الكثير من الامور المشابهة لهذا الامر، ولكن نعرف بلي الله عز وجل اقوى من كل شيء، ولا حتى حاجة تستاهل باش تخوف الانسان ان كان من الذاكرين ان كان من المصلين. لذلك ربي سبحانه يحفظنا ان شاء الله ويعافينا. بيس، السلام عليكم ورحمة الله.